السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وحشيني كتير. تعالوا بقى النهارده نعمل وصفه حلوه جدا جدا، وان شاء الله دي اول وصفه على اليوتيوب، اول واحده اعملها انا كنت منزلاها من حوالي 5 سنين وهعملها لكم تاني. جبت كده طاسه على النار، وهنزل الزيت اللي في علبه التونه ده. بصوا انا فتحت علبه التونه فتحه بسيطه كده عشان انزل الزيت اللي فيها. لو انتم مش حابين تنزلوا الزيت اللي فيها ده، حطوا زيت ذره عادي، تمام؟ الزيت ده بيبقى عبارة عن مية السلق بتاع التونة من المصانع، وعليه زيت لحفظ وعليه زيت وليمون لحفظ السمك، تمام؟ وهسيبه بقى كده اشم ريحته، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. انا بنزل باقي الزيت اللي فيها. عرفتوا الخليط ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن زيت وليمون ومية سلق السمك، تمام؟ لان التونه عباره عن ايه؟ يعني طبق عباره عن سمك مسلوق، وبيتحط له ليمون وخل، نسبه خل قليله وزيت. الزيت عشان حفظ السمك وكده لفتره اطول، تمام. وجبت كده بصل متقطع وهشوحه شويه اهو بالشكل ده، وحطيت عليه كده توابل سمك عشان انا اوريدي بعمل سمك، فاللي هيمشي معاه توابل سمك وتوم باودر. وهقلب كده واشوح شويه، اول ما يدبل البصل معايا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا ما ننساش رشه الملح علشان البصل يدبل بسرعه، بتبقى حلوه بالبصل الابيض ده، تمام. كمان ممكن تحطوا رشه من الكمون المطحون، هيبقى حلو جدا، لان اي سمك بيبقى روحه في الكمون، تمام. وتوابل السمك برضو بيبقى فيها ايه؟ كمون وحاجات تانية. بس هشوح بقى البصل كده كله لحد بقى ما يدبل معايا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. عايزاكم بقى تقولوا رأيكم ايه في الفيديوهات اللي انا بنزلها، ولو عايزين وصفات معينة الفترة الجاية قولوا لي واكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله انزلها لكم. وعايزاكم برضو تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، ولايك بقى وشير كتير عشان القناه تكبر بيكم بامر الله. بصوا بقى البصل اهو بدا يتشوح مع التوابل. عايزه اقول لكم ان لما بتشوحوا البصل مع التوابل بيدي ريحه حلوه قوي للبصل، وبرده بيبقى فيه طعم حلو قوي للاكله. جبت بقى كده رشه من الكمون، ما حطيتهاش من الاول علشان الكمون لما بيتشوح كتير على النار بيمرر، فحطيتها كده بعد ما البصل دبل. جبت بقى كده معلقه من الثوم المفروم، وهشوح بقى الثوم كده لحد ما اشم ريحته مع البصل اهو بالشكل ده. وبعد كده هنجهز بقى التونه وباقي المكونات. اول بقى ما تشوح كويس هنزل بقى بالتونه بالشكل ده. التونه دي قطعه اهو زي ما انتم شايفين، والنوع ده كويس على فكره جدا ما شاء الله. بس بفتتها بقى كويس كده وهشوحها بقى كده مع البصل والتوم. عايزه اقول لكم ريحه الخليط ده يجنن بجد والله، طعمه حلو قوي. والزيت اللي بيبقى في التونه بيبقى محطوط له بقى مي من الميه سليق السمك والزيت والليمون وخل وكده، فبيبقى ريحته جميله جدا وطعمه حلو قوي. المادة الحافظة بتاعت التونة بتبقى عبارة عن زيت وليمون ونسبة من الخل بس، مفيش اي مواد كيميائية عشان تبقوا ايه مطمنين. وحطيت كده رشة من الملح وهشوح تاني. عايز اقولكم انتم ممكن تعملوا الخلطة دي كمان جنب مثلا تعملوا بيها البيتزا، ممكن تعملوها على هيئة حواوشي بتبقى جميلة قوي. هجيب بقى كده معلقتين من الصلصة، لو عندك طماطم ممكن تقشريها وتقطعيها مكعبات وتشوحيها مع الخليط ده، يبقى برضو طعمها حلو قوي. انا مش ما كانش عندي طماطم فايه حطيت صلصه. فالناس اللي بتقلق من الزيت اللي بيبقى موجود في التونه، لا ما تقلقوش، انا قلت لكم هو بيبقى متكون من ايه بس. وهحط هعمل بقى كده، حطيت كده نسبه من الميه
علشان الصلصة تفك معايا، وبعد كده وشايفين بقى بتبقبق كده وبتغلي كده حلو قوي. هروح بقى اغرفها في طبق وبألف هنا وشفا، جنب بقى ترشي، جنب سلطة خضراء، اعملي جنبها مثلا قبعة لو اكلت تونة بتاع ده، تونة ورنجة مع بطاطس محمرة وشيبسي مثلا، بصل اخضر، سلطة خضراء، ترشي مخلل يعني. شايفين بقى بعد ما غرفت الطبق زينته كده بالفلفل الاخضر، لان انا كنت حابه اكل جنبه فلفل اخضر اللي هو الفلفل الاخضر الرومي. بألف هنا وشفا، عايزه اقول لكم ان طعمها حلو قوي، اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم ايه في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.